دكتور سعد، حضرتك معترض على أداء الوزراء وبتقول إن كل وزير بيجي بيسيء للوزير اللي قبله وبينتقده وبيمسك الوزارة وبيبتدي من الصفر. طيب هل إحنا عندنا وقت لده؟ لا، بس دي عادة فرعونية، دي ثقافة يعني من أيام الفراعنة وهم كده؟ اه كده. أيوه. طب ما إحنا مش هنتقدم خالص يا دكتور. ما هو إحنا لازم نغير الثقافة. ما هو عارفة ده زي إيه؟ قيس الكلام ده بموضوع الخطاب الديني برضو. انت النهارده الرئيس بيتكلم في تطوير او تحديث الخطاب الديني. لا، الخطاب الديني ما تقدريش تحدثيه ولا تطوريه في اسبوع وفي اتنين وفي سنه. الخطاب الديني دي نتيجه ثقافه تراكميه وتعليم تراكمي وبيئه تراكميه، فخدت اجيال عشان تطوريها مطلوب اجيال. برضو هذه العمليه عمليه محتاجه لانها ثقافه سلوك. انا متصور حاجه، هو في اصعب من كده، مش ان الوزير بس بيجهض كل اللي اتعمل قبليه وبيبدا من المربع صفر ربما بالماينس كمان. طب ليه في الفتره الاخيره يعني مفيش وزير عارف يثبت نفسه، مفيش وزير قادر ياخد خطوات ايجابيا نشوفها ملموسه قدام عينينا؟ ما هو علشان عشان حاجه في كل الملفات وفي كل المجالات. هو في جزء انت حضرتك قلتيه اللي هو ان الوزير بيهدم وبيبدا من تاني او بيترك ويبدا من تاني. في حاجه اصعب من كده، ان مجلس الوزراء ده اسمه مجلس وزراء، وده مجلس المفترض ان العمل فيه عمل جماعي، فريق عمل، والكل بيكمل بعضه. في قرار كل واحد بيختص بجزء في تنفيذ القرار ده وبيبدا يشتغل عليه، ده مش حاصل. ويعني المثل الواضح مثلين، المثل الاخير من يومين في مجلس الشعب، والخلاف اللي حاصل، قصدي في البرلمان اسف، واللي حاصل داخل البرلمان من الخلاف بين الوزراء بينهم وبين بعض وبينهم بين النواب. ليه؟ كل حد له رؤية مختلفة عن الآخر، وده عنده حق لأن دي الوزارة لها اختصاص غير التانية. أيوة. لكن مفيش التنسيق، مفيش هارموني بين الوزراء. كل واحد بيشتغل لوحده، فدي عاملة مشكلة. وأنا شخصيا ليا تجربة، أنا كنت مستشار لوزير النقل فترة، الدكتور سعد جيوشي، مش لوحدي، احنا كنا في فريق قريب حوالي 5 أو 6، وفي فريق 50 حد من مصر من أفضل الناس اللي في تخصصات مختلفة في مصر. قعدنا 4 شهور نحاول نطور الوزارة ونحولها من كيان حكومي فاشل إلى كيان اقتصادي بوحدات اقتصادية. إزاي؟ بدل ما بتاخدي قروض وبتصرفي وكل تقريبا كل مرافق الوزارة كانت تخسر وفاشلة، إلى شيء آخر. قعدنا 4 شهور كل التخصصات بنشتغل كل يوم من الساعة تقريبا 1 أو 2 الظهر ل 12 بالليل، لحد ما اتعملت خطة كاملة، رؤية كاملة وقابلة للتنفيذ. يعني هنطور دي ازاي؟ هنجيب فلوس منين؟ هنعوضها ازاي؟ في خلال قد ايه؟ مين اللي ممكن يجي هنا؟ هل نجيب بيه قرض؟ وده كان قليل جدا، ولا ندخل مستثمر؟ ولا نجيب حد من بره؟ وهكذا يعني. اتناقشت الخطة في مجلس الوزراء وانبهروا بيها. وبعدين؟ بعد اسبوع الوزير مشي. جه الوزير الجديد. مهتمش بالخطه؟ مش مهتمش، في اول اجتماع كان في لجنه من اللجان انا بساله، واستاذنا الحقيقه بساله، ان كان في خطه احنا مش تعبنا فيها عشان مصر شقينا فيها. قال لا، كل وزير له سياسته. وكانت دي القطيعه بينه وبين الوزاره، وتقريبا كل المستشارين مشوا، واحنا كلنا مستشارين بلا اجر بالمناسبه يعني. كان 51 واحد في البلد. حبا للبلد. فمعنى كده ايه؟ معنى كده ان انت شايفه مجهود كبير اتعمل، طب بص فيه على حسابنا احنا وعلى حساب البلد يعني. طبعا المفروض في النهايه ان احنا بنبقى يد واحده. عشان كده ده بيرجعك لايه بقى؟ ايه معايير اختيار القيادات في مصر؟ مش وزراء بس، كل رقم واحد في اي مؤسسه لازم يبقى فيه معايير، ومعايير موضوعيه وواقعيه للاختيار. اعتقد احنا بصدد الكلام ده خلال الفتره اللي جايه. يعني في بعض الأجهزة بدأت تشتغل على ترشيح واختيار القيادات. لكن أنا أتمنى حاجة، يعني كان ممكن نعمل تجربة في التشكيل الوزاري الأخير، المجموعة اللي اتغيرت. أنت كان قدامك فرصة والنظام بيسمح، اللي أنت مرشحه يجي في البرلمان ويقول رؤيته إيه، يطلع الأول على شغل الوزارة وإن كان فيها خطة ولا ما فيهاش، ويدخل البرلمان يعرض رؤيته إيه، يقبل أو لا يقبل قدام الناس، ونبقى هذه الرؤية اللي هو اتكلم فيها يبقى احنا كلنا شهود عليها. لما يجي يمشي يتحاسب على اللي هو
اتكلم فيه او رؤيته، لكن ده للاسف للان ما يتعملش، لكن اعتقد ده هيتعمل الفتره اللي جايه.